وأول ما ينبغي أن أتوقف أمامه إخواني وأحبابي في الله هو درس القدرة الإلهية كما أشار الأخ الكريم في المقدمة. الله عز وجل جعل لهذا الكون ولهذه الأرض التي نعيش عليها نواميس، قوانين منضبطة في حركتها وفي رياحها وفي مائها وفي سمائها وفي أرضها وإلى آخر ما هنالك. والأصل في هذه النواميس أن تكون منضبطة وأن تسير على نحو ما خلقها الله عليه. غالبا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلكه يسبحون. لكن الله عز وجل قدر ألا تكون هذه القوانين والنواميس مطلقة مؤبدة، وإنما تختلف أحيانا، تختلف أحيانا ليعلم الناس أن هذا القدرة الإلهية فوق الخلق، أن هذا الخالق مسيطرة على جميع خلقه. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، متصرف، مدبر، مالك، آمر، ناه. لو كانت الدنيا محتكمة إلى القوانين وحدها لعبد الناس القوانين من دون الله عز وجل، لكن الله أراد أن تكون النواميس والقوانين مضطردة، نعم، لكنه يخرقها إذا شاء أن يخرقها، ويخالفها إذا شاء أن يخالفها، ويرينا كيف تميد الأرض الثابتة وكيف ترتجف الأرض الراسخة، لنرى مظهرا من مظاهر قدرته، وليقع في وجدان المسلم أن الله عز وجل إذا أراد شيئا أمضاه، وإذا قدر شيئا قضاه، وإذا أمر فأمره نافذ، وإذا قضى فقضاؤه غير مردود. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يظهر الله عز وجل للبشر جميعا عجزهم أمام آياته، فلا أجهزة الاستشعار ولا أجهزة الإنذار المبكر ولا الدراسات العلمية ولا المراكز البحثية ولا الأقمار الصناعية ولا المراكب الفضائية تستطيع أن ترصد زلزالا قبل وقوعه. ليبقى الإنسان مدركا أنه ضعيف أمام ربه، وأنه مهما بلغ العلم البشري فإنه محدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. لا بد أن يرى الإنسان حجمه الحقيقي في هذه الحوادث، ويرى حجمه أمام قدرة الله عز وجل غير المحدودة، فيتأدب الإنسان مع ربه، ولا يتكبر بعلمه، ولا يطغى بسبقه، ولا يظن أنه وقد بلغ من العلم المبلغ الذي نعرفه، ومن التقدم التكنولوجي ما نرصده جميعا ونعيشه، لا يظن أنه قد أفلت بذلك من قبضة الله، معاذ الله. والأرض جميعا قبضته، الأرض جميعا بما عليها ومن عليها، بما فيها ومن فيها، في الدنيا والآخرة، جميعها في قبضة الله عز وجل، يصرفها كيف يشاء. الحكمة الأولى أن تخضع رقاب البشر لقدرة الله عز وجل، وأن تذعن أمام آياته الباهرة التي تظهر عجز الإنسان، وتظهر أن الإنسان خلق ضعيفا محدودا في قدره وقدرته وعلمه وإحاطته. والحكمة الثانية أيها الإخوة الكرام، أن هذه الآيات تلفت الإنسان إلى نعم الله عز وجل التي يزدريها بإلفها. كم نعيش على الأرض من سنوات وهي ثابتة راسخة، كم مرة نستشعر نعمة ثبات الأرض وما جعله الله فيها من الأوتاد التي هي الجبال. كم مرة يتدبر الإنسان في خلق الله فيقول ماذا لو لم يجعل الله عز وجل الجبال أوتادا، كيف كان الإنسان يستطيع أن يعيش على هذه الأرض إذا لم يكن فيها ما يثبتها هذا الثبات.
فثبات الجبال من ناحية، وثبات الجاذبية من ناحية، قوة الجاذبية التي أودعها الله في الأرض فتجعل الإنسان ملتصقا بها، لا يطيش في الفضاء ولا يطير في الهواء. هذه نعمة موجودة لا نستشعرها لأنها دائمة. متى نستشعرها؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، عندها ندرك قيمة ثباتها. إذا رأينا العمارات تتمايل والبيوت تتطاير والسقوف تتساقط، عندها ندرك قيمة ثبات الأرض وقيمة نعمة الله الكبيرة في هذا الملمح الذي نغفل عنه طويلا. تنزل الأمطار فيستبشر الناس بها، ماذا لو تحولت الأمطار إلى إعصار؟ وماذا لو تحولت الريح إلى عاصفة؟ الريح تجري كل يوم بأمر ربها، والأمطار تنزل كل يوم بأمر ربها، وهي من نعم الله على عباده. لكن ماذا إذا زادت سرعتها؟ وماذا إذا زادت حدتها عما اعتدناه وعما نحتمله؟ عندها ندرك قيمة النعمة، نعمة هدوء الرياح ونعمة استقرار الأمطار بحيث لا تتحول إلى سيول وإلى أضرار. تجعلنا هذه الأحداث نعود إلى نعم الله المستقرة فينا وحولنا بالتدبر والتأمل. وقد كان حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفافا متأثرا بهذه النعم، شديد الإدراك لتغيرها إذا تغيرت. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى في السماء سحابا مرقوما أو غماما متراكبا أو هاجت الريح، عرف ذلك في وجهه وتغيرت ملامحه، وخشي أن يكون ذلك نذيرا من نذر العذاب التي توعد الله بها عباده وأجراها على أمم سابقة وشعوب سالفة. فالحكمة الثانية هي لفتنا إلى النعم المستقرة التي أودعها الله في قوانين الخلق، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ويعني تأمل الإنسان في هذه النعم يجعله أيضا يعود إلى الله عز وجل ويلتزم منهجه، فكما أن له الخلق المحكم فإن له الأمر المحكم، وكما أننا نتفيأ ظلال خلقه فعلينا أن نتفيأ ظلال أمره، فإن صاحب الخلق هو صاحب الأمر، وإن من تمرد على الأمر عاقبه الخلق وعاقبه ما أودعه الله في الطبيعة من القوانين. وهذا يقودنا إلى الحكمة الإلهية الثالثة من هذه الأحداث، وهي تنبيه الجماعة البشرية بعمومها والجماعة المؤمنة بخصوصها إلى مظاهر الخلل العامة. دعوة سماوية ربانية إلى الجماعة البشرية أن تراجع نفسها، فإن الزلازل لا تكثر وإن الفتن لا تتتابع ولا تتعاقب إلا بفساد البشر، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فتكاثر الفتن على هذا النحو لابد أن يلفتنا إلى ليس الفساد الشخصي المكتوم، وإنما الفساد العلني المعلن العام المعلن. وقد قال صلى الله عليه وسلم يعني عندما سئل من إحدى أمهات المؤمنين: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث هنا الفساد العام، مظاهر المعاصي العلنية. ونحن نرى في دنيا الناس الآن اجتماعا على الفواحش الكبرى، بل إنني أقول غير مبالغ إن الأرض لم تشهد اجتماعاً واحتشاداً للفجور والفسوق والعقوق والجحود والفحش كما تشهده في هذا الزمن، وإنما تفرق من المعاصي في الأمم السابقة التي أهلكها الله اجتمع في هذه الحقبة من الزمان،
فاستوجب أن يرينا الله عز وجل بعض آياته لعلنا نتذكر، لعلنا نتدبر، لعلنا نرجع، لعلنا نتوب، لعلنا نضع أيدينا على مواضع الخلل التي في حياتنا فنتوب ونؤوب ونتوب إلى ربنا عز وجل منها. فهناك جرس إنذار كبير للبشرية كلها وللمؤمنين وللشعوب المؤمنة منها خاصة، كأن هذه الرسالة المتكررة تقول إن هناك خللا كبيرا يستوجب أن تتداركوه قبل أن يعم العذاب الجميع والعياذ بالله عز وجل. الحكمة الرابعة إيقاظ الغافلين من المؤمنين. نحن يا إخواني نعيش روتينا يوميا أو نظاما ثابتا للحياة يسوقنا سوقا إلى الغفلة. كل واحد عنده وظيفة وعنده عمل خاص يدور في فلكه كأنه يدور في رحى، يسابق على المال حتى يكفي حاجات بيته التي لا تنتهي، وقد صرنا اليوم أسرى لحاجات لا تنتهي ولثقافة استهلاكية لا تشبع. كان أجدادنا من السلف الصالحين عليهم رضوان الله، الصحابة والتابعون على رأسهم ورأس الجميع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشبعهم الكسرة وتكفيهم التمرة. لكننا اليوم لا تشبعنا كسرة ولا كسرات ولا تمرة ولا تمرات، ولا تعرف النفس البشرية في هذا الزمان حدا للقناعة. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من بيته في حر الظهيرة أخرجه الجوع، فلقي صاحبه الصديق أبا بكر وقد أخرجه الجوع من بيته، ثم لقي عمر ابن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ووزيراه يخرجون من بيوتهم في حر الظهيرة ليس في بيوتهم ما يأكلون، فيقصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط لأبي الهيثم بن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، ويطرق عليه بابه ويسلم الأولى فلا يجاب والثانية فلا يجاب، وفي الثالثة قالت أم الهيثم وعليك السلام ورحمة الله يا رسول الله، أما إني سمعت سلامك أول مرة فلم أجبك استكثرت من سلامك علينا. ويتعلم أن النبي كان يسلم ثلاثا فإن أجيب وإلا انصرف، فردت في الثالثة قال أين أبو الهيثم لا أراه، قالت خرج يستعذب لنا من الماء، ثم فتحت باب الحائط وقالت ادخل ومن معك يا رسول الله، فدخلوا، فما لبث أبو الهيثم أن جاء يحمل ماء باردا، فلما رأى النبي صاحبيه عليه الصلاة والسلام قال لا والله ما على ظهر الأرض الساعة رجل هو أحسن زورا مني، ما في واحد على ظهر الأرض وأحسن أضيافا مني. ثم صعد إلى نخلة من نخيله فاحتز من صباطها ووضع بين يدي النبي وأصحابه، فقال له النبي يا أبا الهيثم هل اجتنيت لنا، لماذا تقطع صباطا كاملا، هل انتقيت لنا من التمر؟ قال يا رسول الله أحببت أن تصيب من بسره ورطبه وتمره جميعا. فأكل النبي شيئا من تمر وشرب ماء باردا، ثم بكى حتى خضل لحيته الشريفة يقول لأصحابه والذي نفسي بيده، يقول لهم تمر وماء بارد والذي نفسي بيده، إن هذا لهو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. إلى هذا الحد كان إحساسه بالنعم صلى الله عليه وسلم. أما نحن فغارقون في نعم الله لا نشبع ولا نقنع ولا نكتفي، وغافلون عن ذكر ربنا وغافلون عن أمر الآخرة، وقد ساقتنا الدنيا في طريقها سوقا. فتأتي هذه الأحداث لتقول لكل مؤمن في خاصة نفسه على رسلك، فإن دنياك ليست باقية، وإن عمرانها إلى خراب، وإن أمرها إلى زوال، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وإن القيامة ليست مؤجلة إلى يوم القيامة الأكبر، وإنما لكل امرئ في خاصة نفسه
قيامة هي لحظة موته، ولحظة الموت أدنى إلى أحدنا من شراك نعله. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله لغد أي ليوم القيامة، سماه غدا كأنه يقول لنا إن المسافة بينكم وبين القيامة كالمسافة بينكم وبين الصبح الذي تنتظرونه ليست بعيدة كما تظنون، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فهذه الآيات هي رسالة إيقاظ وتنبيه للغافلين من المؤمنين كي يعودوا إلى ربهم. كما وأنها كذلك في الحكمة الخامسة اصطفاء إلهي لسادتنا الشهداء. قضى ربنا عز وجل ألا يكون الشهداء في هذه الأمة هم شهداء المعركة وحدهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل. بل جعل الله عز وجل المسلم الذي يموت على الإسلام بغرق أو بحرق أو بهدم أو بزلزال أو بكذا أو بكذا أو مبطونا، حتى عد الإمام النووي رحمه الله 16 صورة وردت في مجموع الأحاديث للشهادة. نستطيع أن نقول إن كل موت بسبب خارج عن المعتاد هو عند الله شهادة، على تفاوت درجات الشهداء. وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان درجات الشهداء في الجنة: إنها 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. صحيح أننا ننظر إلى ضحايا هذه الآيات الكبرى بألم النفس البشرية وحزن النفس البشرية، والمسلمون في كل مكان جزء من جسد واحد، فعندما يتأذى مسلم في المغرب ينبغي ويجب وجوبا شرعيا أن يتأذى له كل المسلمين، وعندما يتأذى مسلم في ليبيا أو في الصين أو في الشرق أو في الغرب واجب على كل مسلم أن يتأذى لأخيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هذا من الواجب، لكن هذا لا يمنع من أن ندرك أن اصطفاء الله عز وجل للضحايا هؤلاء الذين ماتوا على الإسلام، على ظاهر الإسلام، ماتوا على ظاهر الطاعة، إنما هو اصطفاء شهادة: ويتخذ منكم شهداء. فبقدر ما نحزن على ما أصابهم نفرح لما أعده الله عز وجل لهم في الآخرة، نحزن لمصابهم حزن النفس البشرية المجبولة على ذلك، ونفرح لجزائهم فرح القلب الموقن بموعود الله عز وجل الواثق من رحمته بعباده المؤمنين. كما وأن هذه الأحداث في حكمة أخرى من حكمها عقاب وأخذ إلهي للمجرمين والمفسدين في الأرض. وقد يكون الحدث واحدا والمصائر في ذاته شتى، كما قال صلى الله عليه وسلم: يموتون ميتة واحدة ويبعثون مباعث شتى، أو كما قال في الحديث الآخر: يبعثون يوم القيامة على نياتهم. فلا يمتنع أن يكون بعض من هذه الآيات لبعض من تأخذهم عقابا إلهيا وانتقاما إلهيا على ما اقترفوه من الجرائم، هذا لا يمتنع، سواء كان هؤلاء أحدا في جملة المأخوذين، أو كان هؤلاء جماعة فاسدة مفسدة، أو شعبا مجرما متعديا لحدود الله، وهذا يتصور في غير ديار الإسلام. وآيات القرآن الكريم التي تتحدث عن أخذ الظالمين أكثر من أن تحصى، كما قال الله عز وجل في محكم التنزيل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وكما قال أيضا: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا.
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إلى آخر الآيات الواردة في هذا المعنى. فقد يجعل الله هذه الآيات عذابا على أقوام حادوا عن منهجه ورفضوا دينه وتمردوا على رسله، تمردوا على كتابه، فإذا وقعت بديار هؤلاء كانت أخذا وكانت عقابا وكانت انتقاما إلهيا، وإذا وقعت بديار أهل الإسلام كانت رحمة وكانت اصطفاء وكانت يعني آية من آيات الله ينتفع بها المؤمنون، ولا تفسر ساعتها على أنها انتقام، فإن الله لا ينتقم من عباده المسلمين المؤمنين وإنما يصطفيهم إلى جواره. الحكمة الأخرى أيها الإخوة أن هذه المشاهد على ما فيها من رهبة إنما هي تذكير يسير بالآخرة. نحن نرتجف لزلزال يسير لا تتحرك به إلا أجزاء محدودة من القشرة الأرضية، وهنا لا بد أن يسأل أحدنا نفسه كيف ستكون الصورة حين يقع الزلزال الأعظم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، ولن يكون زلزالها هذا في القشرة الأرضية دون أعماقها، وأخرجت الأرض أثقالها، وصل الزلزال إلى عمقها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذه الزلازل الصغيرة هي مقدمة للزلزال الكبير، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من صغيرها وكبيرها. ومن علامات الساعة، من علامات اقتراب الزلزال الكبير، أن تكثر الزلازل وأن يتقارب الزمان وأن تظهر الفتن وأن يكثر الهرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم متحدثا عن علامات الساعة وعلامات اقترابها. فالزلازل الصغيرة تتتابع بين يدي الزلزال الكبير، كما أن الدجاجلة الصغار يظهرون بين يدي الدجال الكبير. فكثرة الزلازل وتتابعها على هذا النحو إنما هي مؤشر على أن الأمر قد اقترب، وعلى أن الساعة على وشك أن تطرق الأرض، وعلى أن الزلازل الصغيرة مؤشر إلى قرب الزلزال الكبير، وأنه لم يبقى في عمر الساعة إلا مقدار يسير. كيف لا وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بين يدي الساعة، وهو أصلا عليه صلاة ربي وسلامه من علامات الساعة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم أعدد بين يدي الساعة ستا أولاها موت نبيك، فميلاده الشريف ومبعثه الشريف وموته عليه الصلاة والسلام كلها مقدمات للساعة. فكيف وقد تراخى العهد بين البشرية وبين زمانه الشريف صلى الله عليه وسلم؟ هذا يجعلنا أكثر اقترابا من الساعة، ومن ثم ينبغي أن ننتبه لها ونعد لها عدتها ونأخذ العبرة من هذه الأحداث. ويقول أحدنا لنفسه إن إخوانك كانوا آمنين مطمئنين في بيوتهم، كانوا نائمين، كل واحد أو كثيرون منهم ربما كانوا يفكرون في هم الغد، كل واحد منهم كان في ذهنه حسابات معقدة، وكانت بين كثيرين منهم خصومات، وكانت بين كثيرين منهم منازعات على الدنيا، وكان بين بعضهم قطيعة رحم، وما كان هؤلاء يدركون أن الموت بينهم، أن بينهم وبين الموت دقائق أو ساعات، وأنها النومة الأخيرة للنائمين، وأنها الليلة الأخيرة لهم بمقدار آجال الله عز وجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ونحن جميعنا ذلك الرجل. الله عز وجل جعل الموت قدرا مخبوءا، وأجلا مكتوبا ومعدودا ومحدودا لا يطلع عليه إلا رب العالمين، وأحدنا يسعى إلى أجله من يوم ولد ولا يدري متى يدركه ذلك الأجل. فعلينا أن نكون على أهبة، فإن أحدنا ليس بعيدا عما أصاب إخوانه، وكلنا عرضة لأقدار الله عز وجل، وكلنا تحت طائلة القدر الإلهي. وإذا جاء أمر الله لا يمنع منه مانع، ولا يحول دونه حائل، ولا يحجزنا عنه ساتر،
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا تستطيعون ولا يستطيع البشر جميعا أن يردوا روحا قبضها خالقها سبحانه وتعالى. الحقيقة أن الدروس التي يخرج بها المسلم من مثل هذه الأحداث كثيرة، وأن كل واحد منا على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وأن واجب كل إنسان منا أن يتوقف وأن يتأمل وأن يحاسب نفسه وأن يعالجها ويداويها بمثل هذه الأحداث. فإن في النفس البشرية نداوة تستجيب لهذه المواقف وتطيب وترق وتشف، فعلينا أن نغتنم منها هذه الأحوال ونردها بها إلى الطريق الصحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الضحايا جميعا بواسع رحمته، وأن يكتب أجرهم، وأن يجعلها لهم شهادة كاملة غير منقوصة، وأن يبلغهم بما نزل بهم في المغرب في زلزالها، أو في درنة في ليبيا في إعصارها، أن يبلغهم منازل الشهداء ودرجات الشهداء، وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم برباط الإيمان والتقوى.